أولا تداعيات الأزمة أو الحرب الروسية الأوكرانية أكيد لا شك أنه لها تداعيات على كل دول العالم، وبدأت من أمريكا مرورا بأوروبا ببريطانيا وصولا إلى لبنان. هذا أول تداعي. أنا أؤكد أنه هناك محطات اللي عددهم 3300 بمخزونه فيه 6-7 ملايين إذا مش أكثر ليت. هذا واحد. غالبية المحطات بانتظار رفع الأسعار، كلهم كانوا موعودين اليوم يرتفع جدول تركيب الأسعار، ما ارتفع. بعد ما ارتفع فلاقي طابور ذل في محطات لازالت مفتوحة. طب نحن فاتحين امبارح للساعة 2 واليوم الساعة 7. اليوم في حرب عالمية وكلنا بنعرف شو اللي صار، كلنا بنعرف وين برميل النفط. هذا الشيء كله بده تسوية، بده لقاءات، بده اجتماعات لتتحدد الأسعار، ليمشي الحال بين الاستيراد والسوق المحلي، بين شركات المستوردة وبين جدول الأسعار.